لا تجعل لسانك مطية للسخرية من الآخرين. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بدافع الغيرة: دعك من صفية ما أبصرها. فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته، كلمة سخرية واحدة تعكر مياه البحر، فما بالك وقد جعلنا معظم مجالسنا بالسخرية من الآخرين، من أقوالهم وأفعالهم وجنسياتهم. إن أحدكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. فأمسك لسانك يرحمك الله، وبارك الله فيك.